الآن بقي عندنا شغلة واحدة بس قبل ما ناخد المثال، واللي هي الزر اللي موجود أمامنا ما بقدر أتفاعل معاه. يعني أنا شايفه فعليا بس ما بقدر أعمل interaction معاه. هاي عملية التفاعل مع الزر إحنا بنطلق عليها الـ event handling، التعامل مع الـ events بشكل عام، من ضمنها التفاعل مع الزر. الـ events بشكل عام كتير، في عندنا event الكتابة إنه المستخدم يكتب، فأنت بدك تعمل عملية عند الكتابة على الكيبورد، بدك تعمل عملية عند الضغط على الزر، بدك تعمل عملية عند تحريك الماوس. شايف مثلا عند تحريك الماوس من غير ما اضغط ظهر نص معين تحتيه. بدي اعمل عملية عند مثلا الضغطة وانا ضاغط على الماوس من غير ما ارفع ايدي عن الماوس. بدي اعمل عملية لما ارفع ايدي عن الماوس مثلا. بدي اعمل عملية عند الكليك، بدي اعمل عملية عند اللونج كليك. هاي كلها تخضع لشغله بنسميها ايفنت هاندلنج، او التعامل مع الايفنتس او الاحداث اللي بتصير على الكنترولز اللي في الشاشه. من ضمن هاي الاحداث في عندي حدث او ايفنت الكليك او الضغطه على الزر او العنصر بشكل عام. الان بدك تفهم معايا شغله، الضغطه هاي انا على مين بعملها؟ يعني المفروض في البرنامج هذا لما انا باجي بضغط على الزر، انا من اسمي لما بحكي بضغط على الزر، فالمفروض لما بدي أعمل جملة طباعة عند الضغط على الزر كود جملة الطباعة يكون بداخل الزر. المفروض الزر هذا هو عبارة عن كلاس موجود في الجافا اسمه بتون، ما بتقدر تعدل عليه. لاحظ لاحظ الكلاس مسكر باللون الرمادي، وهذا منطقيا المفترض انت الاوبجكت اورينتد بتحكي لك حتى لو كان مسموح تعدل ما تعدل على كلاس غيرك، لانه مش انت اللي كاتبه، انت بدك تستخدمه واستخدام. فعندي كلاس اسمه بتون، متفق معي على الكلام هذا لحتى اللحظة؟ وعندي المين ميثود اللي أنا بكتب كودي فيها، أو أي كلاس بده يستخدم البتون عنده. الآن بدك تتفق معي على معلومتين. المعلومة الأولى إنه كلاس البتون هذا كلاس مسكر ما بقدرش أعدل عليه، أو حتى لو كلاس مفتوح مش صح إني أعدل عليه كأوبجكت أورينتد. المعلومة الثانية إنك جملة الطباعة اللي انت بدك تطبعها السيستم اوت برنتلين المفترض منطقيا كلوجيك تكون بداخل كلاس البتون، لانه فعليا كلاس البتون هو اللي بيعرف انه تم الضغط عليه. يعني الزر اللي اسمه كليك اللي قبل شوي موجود على الشاشة، لما اضغط عليه بده ينفذ حدث، فمنطقيا الحدث هذا لازم يكون بداخل الزر او بداخل كلاس البتون، لانه الحدث نفسه او الضغط على الزر متعلقة بكلاس البتون. جميل جدا. لما اجوا فكروا بالمعلومتين اللي انا حكيت لك عنهم هدول، المعلومة الاولى انه الكلاس مسكر، والمعلومة الثانية انه الضغطة بدها تكون جوا الزر، لقوا انه في شغلة يعني مش صح. طيب كيف الكلاس مسكر بقدرش اكتب جواته كود وفي نفس الوقت لازم السيستم اوت تكون جوا؟ فكأوبجكت اورينتد فكروا في الموضوع، لقوا انه مستحيل اللي بده يستخدم الكلاس يقدر يعدل على الكود لانه مش صح كاوبجكت اورينتد. طيب شو يعملوا؟ حكى لك احنا ليش ما نعمل حلقه وصل بين التنين. شو يعني حلقه وصل بين التنين؟ يعني انا ككلاس باتون، المبرمج اللي برمج كلاس الباتون لما ينضغط على الزر ينفذ الكود اللي موجود في هاي الدائره. طيب والمين ميثود قال لك اللي بده يستخدم الزر إذا حابب ينفذ كود معين يحطه جوا هاي الدائرة. فعليا أنا ما ثبتت كود معين جوا كلاس باتون، ولا إني عدلت على كلاس الباتون، ولكن فعليا عملت منطقة مشتركة من غير ما هذا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا. خليت إنه الباتون لما ينضغط عليه يتنفذ الكود اللي موجود في المين ميثود. مرة تانية، انا الهدف الاساسي انه اللي بده يشتغل الكود في المين ما يعدل على الكود اللي موجود في البتون، والعكس صحيح. في نفس الوقت انا بدي انفذ كود معين بداخل البتون، فمنطقيا المفروض اكتب الكود جوا البتون، لكن كاوبجكت اورينتد مش صح، لانه لو واحد تاني بده يستخدم كلاس البتون بده يستخدمه بكودك، مش منطقي. فراحوا ايش عملوا؟ فكروا قال لك ليش ما احنا نعمل منطقه مشتركه نخلي فيها مجال لاي حدا بده يحط كود يحطه فيها، ولما ينضغط على الزر انا بنفذ اللي في الكود هذا. فصار البتون كلاس زي ما هو عام، ضل عام، واي واحد بده يستخدمه في منطقه معين بيحط اللي فيها الكود، وانا لما اضغط على الزر بنفذ اللي في الكود في المنطقه هذه، نقطه وسطر جديد. جميل جدا. هاي الفكره اللي انا بحكي فيها
فكره الايفنت هاندلنج، واللي هي لما فكروا في الموضوع قال لك طيب المنطقه هذه اللي بدنا نعملها، طلع كيف بفكروا هم، انا بفرجيك كيف هم فكروا. تمام، قال لك المنطقه هاي اللي بده يحط فيها الكود المفروض ايش تكون؟ صح، ميثود، لانه الكود بده يكون جوا ميثود. فقال لك يبقى احنا ليش ما نعمل ميثود، الميثود هاي نسميها مثلا هاندل. تمام، بدنا نسمي الميثود هاي هاندل، والميثود هاي اللي بده ينفذ كود يحط اللي اياه فيها، وبضل الكود معلق لحين الضغط على الزر البتون بيروح بينفذ اللي في الميثود اللي اسمها هاندل. حلو جدا. فقال لك الكود بده يكون في الميثود اللي اسمه هاندل، وبده يكون مشترك بالاثنين، يعني المفروض اللي بده يشتغل في المين ميثود يعرف الهاندل والبتون يعرف الهاندل. فهم لما عملوا كلاس البتون عملوا معاه حاجة يحطوا فيها الميثود اللي اسمها هاندل. فهم فكروا قال لك وين بدنا نخلي الميثود اللي اسمها هاندل، ما هي لازم تكون يا في كلاس يا في انترفيس. تمام، وبما انه اللي بده يستخدم البتون انا مش عارف مين هو، وبنفعش يكون اخو للكلاس هذا، يعني مش صح اني اطبق عليه مبدا الوراثه، فقال لك بدنا نحط الميثود اللي اسمها هاندل في انترفيس. تمام، فقال لك بدنا نعمل انترفيس، الانترفيس هذه يكون فيها ميثود اسمها هاندل. طب ليش يا باشمهندس انترفيس، ليش مش كلاس؟ لانه الكلاس المفروض منطق الكلاس انه في كلاسين مشتركين في الخصائص بدهم يرثوا من الكلاس الثالث الاب، صح؟ طيب البتون والمين مشتركين في الخصائص؟ مش مشتركين. وايام ما شرحنا الاوبجكت اورينتد حكينا انه لو في كلاسين بدهم يشتركوا في عمليه يفضل تنعمل في انترفيس، فعشان هيك عملوها في انترفيس. حلو جدا، لحتى الان انت ماشي معي بشكل جميل. المفروض الميثود في الانترفيس بتكون ابستراكت ميثود، ما فيش الها بادي، وهذا المنطق، لانه المفروض اللي بده يستخدمها هو اللي بده يحدد البادي تبعها. راحوا في الحاله هذه شو عملوا؟ قال لك احنا البتون اللي موجود عندنا عند الضغط عليه بده ياخذ كلاس معين يروح ينفذ الميثود اللي موجوده بداخله. طيب شو يا باشمهندس كلاس؟ ما انت تو حكيت انترفيس، ما هو اجى حكى لك ما الانترفيس اصلا لحالها ما لهاش فائده. اوكي، هذا البتون هيستخدم الانترفيس وهذا المين هيستخدم الانترفيس، لكن الانترفيس كانترفيس ما لها فائده، لازم تكون في كلاس، فلازم يكون عندي كلاس حاجه يعمل امبلمنتس للانترفيس هاي عشان اعمل اوفررايد للميثود اللي اسمها هاندل واكتب كودي بداخلها. فلا يمكنك انك تكتب كود جوا انترفيس من غير ما تعمل وراثه عن طريق الامبلمنتس من الانترفيس وتعمل اوفررايد للميثود، صح ولا لا؟ اي والله يرضى عليك، حكينا الكلام ده في الاوبجكت اورينتد. فقال لك بالمختصر اي واحد في المين ميثود حابب يطبع اي جمله او حابب ينفذ اي كود عند الضغط على الزر يجي يكتب لي كوده جوا الكود اللي بده اياه، هيو يكتبه جوا ميثود اسمها هاندل اللي هي اصلا جوا كلاس عامل امبلمنتس، كلاس اكس مثلا عامل امبلمنتس من الانترفيس، وهذه كلها على بعضها كباكج او كصندوق يروح المين ميثود يبعثها لمين؟ للبتون. البتون ساعتها بيحكي لك على عيني وراسي انا اخذت الصندوق هذا بقدر انفذ لك اللي فيه. ليش؟ لانه هذا الصندوق متعارف عليه من قبل البتون، البتون مبرمج على انه يتعامل مع الصندوق اللي فيه الانترفيس هذه. ايوه الله ينور عليك. نيجي نطبق الكلام هذا عملي وهلخص لك في الاخر الفكره مره ثانيه. نيجي الان على الزر اللي موجود عندي، الزر اللي موجود عندي المفروض اسمه بي تي ان كليك. فقال لك المفروض اول حاجه كودك اللي بدك تنفذه، ولنفرض انه جمله طباعه، بدك تحطه جوا انترفيس جوا ميثود اسمها هاندل، وزي ما اتفقنا الميثود اللي اسمها هاندل ما بينفعش تكون ميثود لحالها، لازم تكون جوا كلاس. فباجي بعمل حاجه بسيطه، بعمل كلاس اسمه اكس مثلا، هذا الكلاس عامل امبلمنتس من الميثود او من الكلاس اللي اسمه ايفنت هاندلر. تمام، بعمل امبلمنتس من الكلاس اللي اسمه ايفنت هاندلر، وجواته بعمل بحدد نوع الايفنت اللي هو اسمه اكشن ايفنت. اكشن ايفنت اللي هو الايفنت تبع الاكشن تبع الضغط، لما اضغط على زر هذا اسمه اكشن ايفنت. وباجي طبعا هذا الانترفيس اللي هم عملوها، وهذا النوع تبع الاكشن اللي انا بدي اعمله اللي هو نوع الاكشن اللي هو ضغطه الزر، وبعمل الميثود اللي اسمها هاندل، بعمل اوفررايد لها. هلقيت انا ليش استخدمت هاي الانترفيس تحديدا وهذا الهاندل تحديدا؟ لانه البتون بيعرفها، فانا بدي ابعث للبتون البيانات في قالب البتون يعرفها. ايوه خليك فاكر البيانات المعلومات هذه كويس. الان الكلاس هذا بكتب جوات الميثود الكود اللي انا بدي اياه، مثلا سيستم اوت برنت لين انا انضغط علي او الزر هذا انضغط. تمام، انت لحتى الان بس عملت
قالب تبع البيانات اللي هو هذا، بدك تبعته الآن للزر عشان الزر يبدأ تنفيذ اللي موجود بداخله عند الضغط عليه. فبتيجي بتحكي له button click dot set on action. set on action من خلالها انت بتبعت القالب اللي فيه الكود اللي بدك تنفذه للزر، اسمه ايش؟ new x. بعمل object من الكلاس اللي اسمه x واللي انا عملته تحت. فاللي صار كالتالي، لما جيت شغلت البرنامج ضغطت على الزر قال لي ام كليكد، تمام. طيب هذه العملية اللي صارت كيف صارت مرة ثانية؟ لخص لي اياها يا باشمهندس، بدي الخصها لك بطريقة ابسط من اللي قبل شوية. اللي صار كالتالي، هي كلاس البتون موجود عندي، هي كلاس البتون موجود عندي، وهي كلاس المين موجود عندي، تمام. تمام، كلاس البتون بحكي لك انا بسمح لك انك تبعت لي اللي بدك تنفذه، بس بشرط ايش يا بتون؟ قال لك يكون اللي بدك تنفذه في قالب انا بعرفه. طب ايش بتعرف انت؟ قال لك انا بعرف الانترفيس اللي اسمه ايفنت هاندلنج، تمام. وقال لك انا بنفذ، انا باخذ الايفنت هاندلنج ومنفذ الكود اللي موجود جوا الهاندل ميثود. قلت له على عيني وراسي. فانت جيت تستخدم الايفنت هاندلنج وتستخدم الميثود اللي اسمها هاندل، فروحت لقيتها انترفيس، قلت الانترفيس ما ينفعش اكتب فيها كود، فروحت عملت كلاس عندك، والكلاس هذا عملت اوفررايد للميثود اللي اسمها هاندل، تمام. ورحت كتبت كودك جواها، ومسكت الاوبجكت كله اللي فيه الكلاس اللي فيه الميثود اللي اسمها هاندل اللي فيها كودك، وارسلته كمدخل عن طريق الستر للبتون. فالبتون اصلا مبرمج من داخله انه عند الضغط على الزر ينفذ اللي موجود في هذا القالب. فأول من ضغط على الزر راح ينفذ اللي في هذا القالب. لهيك الكود هذا بيضل معلق، هذا بنسميه احنا ليسنر. ايش ليسنر؟ ليسنر يعني الكود قاعد بيعمل لسن على الضغطة، ما تنفذ الكود ولكن قاعد بيستنى حد يضغط على الزر عشان يروح يتنفذ الكود اللي موجود بداخله. وايضا الميثود اللي اسمها هاندل، خلي بالك احنا بنسميها برضو كول باك. شو بنسميها؟ كول باك، لانه مش انت اللي استدعيتها مباشره. الميثود هذه انت لما ضغطت على الزر الكلاس اللي استدعاها، كلاس البتون اللي استدعاها مش انت. هذا اللي صار تحديدا في الكود ككود. اللي صار انه انا رحت عملت كلاس وحطيت الكود تبعي في قالب انا بدي اياه، لانه هدفي ارسل كود لكلاس تاني مسكر. واحنا بنعرف انه اي كلاس بدي ارسل له بيانات بس عن طريق البارامترز، بس هذا مش بيانات، هذا كود، فبرسله على شكل ميثود هو بيعرفها، تمام. فرحت حطيت الكود تبعي في قالب هو بيعرفه، وهي القالب كاملا رحت بعته عن طريق الستر للبتون، فالبتون اخده عنده وخزنه عنده. الان جوا البتون بضل الكل موجود، البتون من جوا مخصص انه لما ينضغط عليه يروح يستدعي الاوبجكت اللي اسمه اكس، ويستدعي الميثود اللي اسمها هاندل اللي موجوده بداخله. على الاكيد هتقول لي يمكن مش هاندل، بقول لك مش مسموح لك اصلا تبعت حاجه الميثود فيها مش هاندل. لو الميثود مش هاندل ما بينفعش تبعتها. فهو مبرمج زي ما حكيت لك انه يستقبل اي اوبجكت بشرط يكون في ميثود اسمها هاندل من الانترفيس هذه، فهو بينفذ الكود اللي موجود بداخلها. انت ممكن بتكاش تعمل الكلام هذا، لو انت بتكاش تعمل كلاس لحال ممكن تعمله انونيموس كلاس. اذا انت بدك تستخدمه بس لمره واحده تعمل نيو من الانترفيس. لو مش فاكر ايش انونيموس كلاس ارجع مره ثانيه على الفيديوهات اللي قبل شو الانونيموس كلاس. تعمل نيو مباشره من الانترفيس بيعمل لك انونيموس اوبجكت، من كانه عمل لك كلاس مخفي وعمل منه اوبجكت، وجواته تعمل الكود اللي بدك اياه. بتقول له مثلا ام كليك، انا انضغط علي او الزر هذا انضغط عليه، فلو جيت نفذت الكلام هذا هيبين لك انه تم الضغط عليه. هذا ملخص التعامل مع الليسنرز او مع الايفنت هاندلنج او مع الكول باكس. الميثود اللي اسمها هاندل هذه تعتبر العمليه اللي انا عملتها تعتبر كول باك. في الفيديو اللي بعد هيك راح افرجيك اللامدا اكسبريشن شو بتقدم لك خدمات في حالات مثل هيك.